في كان في مشهد ده حصل عليه يعني اتصالات كتير جدا، حتى مستشار شريف عرفه كلمني وعمرو عرفه كلموني وقالوا لي انك انت المشهد ده انت عملت فيه شيء ما حصلش. اللي فيه سر المشهد ده غريب جدا، هو مشهد واحد انا عملت جزء منه وخلاص خلص المشهد على كده، بشوف الجواب واقرا واعيط وينتهي المشهد عامل على المكتب كده. بعديها باسبوع استاذ عمرو قال لي معلش هطلب منك حاجه، انا عارف انها صعبه جدا. قال لي قعدت مع المؤلفه وقلنا المشهد ده لازم يكمل. انك انت هتبص على الجامعة تلاقي صندوق فيه البرنيطه بتاعتها الحقيقيه وهتطلعها وهتقرا جواب من الام تاني وتكمل نفس الاحساس ببكاء وهستيريا بين ضحك وبكاء. قال لي انا عارف ان ده صعب وصعب بعد اسبوع تكمل المشهد، لكن انا عشان ابقى امين معاك اذا كان طلع مش هنبقى راضيين عنه هكتفي بالجزء اللي صورناه اللي كان عاجبنا جدا. قلت له لا اتكل على الله وان شاء الله هنقدر نيجي. طبعا ده كان صعب جدا انك تبتدي مشهد من اسبوع تكمليه النهارده في حاله افكارك تواصل يعني الاحساس وان انت استدعاء الاحساس من اول وجديد ان انا ارجع كل اللي حصل من اسبوع ده جوايا تاني. فالحمد لله عند ربنا ديت بتحصل حاجه تنور كده فتلاقي نفسك قدرت تجيب الاحساس تاني. جبته ازاي؟ افتكرت مين؟ والله انا دي حاجه متعلمينها يعني ايام ما كنت مع استاذ محمد صبحي في استوديو ممثل، حاجه عن الذاكره الانفعاليه. ان انا اي حاجه حدث يحصل يفرح يحزن يدهشك يخوفك تختزن جوايا، فبستفيد بالتجارب الحياتيه كلها واجمعها في اللحظه دي، زائد الموقف الحقيقي اللي انا فيه في المشهد اللي موجود على الورق. يعني انا طبعا مش هكذب عليكم انا بستعين كتير جدا بالذكريات، يعني بالمخزون العاطفي اللي عندي الانفعالات اللي كانت قديمه يعني. ففي المشهد ده استعنت باغنيه ايه بقى بتاعت يعني صحيح مش هشوفك تاني بتقولها شيرين عبد الوهاب. دي حلوه قوي، قاسيه قوي الاغنيه وجامده يعني هي تقيله. قايلها في مسلسل طريقي فعلا. أيوة. كده يا قلبي يعني حته مني. فده انا مفيش وقت احضر نفسي، انا هعمل مشهد في صفحتين عملتهم من اسبوع. فهحضر نفسي ازاي بده ويلا استعد يلا اكشن، طب هعمل ايه؟ فقعدت ما بيظبطوا كده اسمعها في باحساسي. مين اللي كان وحشك ساعتها؟ كل اللي فقدتهم طبعا اكيد، يعني ما هو اغنيه عن فقد الاحباء يعني. وطبعا فاروق فيشاوي كان في الاغنيه؟ طبعا فاروق اساسي في ده. وكتير ما انا كان مثلا من اصحابي جدا زي فاروق كده، محمود الجندي، مصطفى متولي، في اصدقاء كتير فقدتهم، فطبعا ده كان زائد الناس اللي ما فقدتهمش وبحبهم قوي. ما بتسمعي شيء جياش كده جيش على واطف قوي بيجوا في ذهنك ان الناس ديت يعني اتمنى استمتع بيهم اكتر الوقت. أيوة بقى ان انا اتحرمت من اصدقاء كتير.